مرحبا أصدقائي القراء، أهلا بكم في قصة جديدة. قصة اليوم موضوعها عن الرحمة بالكبار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. كان علي ذاهبا لزيارة جدته مع أخته جنة. كانت جدتهما تعيش بالقرب من البلدة، لذلك قررا الذهاب بالقطار. أتى والداهما لوداعهما في محطة القطار. كان علي وجنة فرحين جدا. صعد القطار وبدأت صفارته تشو تشو. جلس الطفلان في مقعديهما، ففكرت جنة أن تأخذ واحدة من السندوتشات التي أعدته لهما أمهما. فجأة رأت سيدة عجوزا واقفة حيث لم يعرض عليها أحد مقعده لتجلس. وقفت جنة وقالت: لو سمحت اجلسي. شكرت السيدة العجوز جنة، ونزلوا جميعا في محطة القطار. سألت جنة السيدة العجوز: أين أنت ذاهبة؟ أجابت السيدة العجوز: لأقابل صديقتي سعاد الرابحي. قفز الطفلان من الفرح واستغربا قائلين: إنها جدتنا، أرجوك تعالي معنا. باركت السيدة العجوز الطفلين. وهكذا أصدقائي، تعلمنا أن الرحمة بالكبار واجبة علينا، ولن نجد في الدنيا من يحبنا بقدرهم. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك على قناتي على اليوتيوب. ألقاكم في المرة القادمة إن شاء الله.